السلام عليكم. اليوم سأفسر لكم طريقة لمنع بعض التطبيقات من الولوج إلى بعض المعلومات الخاصة بكم والخاصة جدا. للوصول إلى الإعدادات التي تمكنكم من إجراء هذه العملية، تذهبون إلى الإعدادات أو بارامتر، وبعد ذلك أبليكاسيون بيان تطبيقات، وبعد ذلك إلى أيقونة الإعدادات أو بارامتر، ومن بعد أوتوريزي les applications بيان دونك. مثلا هنا تلاحظون في هذه الشاشة تلاحظون كل الإعداد، كل الاوتوريزاسيون اللي كتعطى لي سابليكاسيون. مثلا نمشيو للاجندا ونحاولوا نمنع بعض التطبيقات من الولوج الى هذه المعلومات، مثلا الساعة الذكية المنوعة مثلا من الولوج إلى المعلومات الخاصة بمعلومات الأجندة. دونك بحركة بسيطة دونك نكليكيو على هاديك، ومن بعد نكليكيو على رفوزي، وبالتالي فعلا لن تقدر على الولوج إلى هذه المعلومة الخاصة بالأجندة الخاصة بنا. كذلك يمكن تطبيق هذه المسألة بالنسبة لكل التطبيقات التي تطلب هذه الميزة. دونك أظن أن هذا الفيديو قد أعجبكم واستفدتم منه، وأضرب لكم موعدا قادما إن شاء الله.